حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا في عام 1985 في التخصص اللي هو المناهج وطرق التدريس، تخصص دقيق صعوبات التعلم والقراءة، ورفدت بتخصص ثاني في علاج صعوبات النطق والاضطرابات السمعية. الفكرة أن هذا التخصص هو المدخل لجميع العلوم ويخدم جميع الطالبين التعلم في جميع المراحل، سواء في المراحل الأولى أو في المراحل الثانوية أو في المراحل الجامعية. طبعاً يشرفني كبحرينية أن أقدم خبراتي العلمية لأبناء وطني وكذلك لكل من يسكن على هذه الأرض الطيبة. قبل حصولي على درجة الدكتوراه والماجستير كان في عندي تخصص اللي هو في آداب اللغة الإنجليزية، فخدمت في جامعة في مدارس البحرين وفي وزارة التربية والتعليم لمدة طويلة، ثم طبعاً التحقت بالدراسات العليا. الفكرة من هذه التخصصات هي جميعها تؤدي إلى خدمة الوطن واحتياجاته. بعد حصولي على درجة الدكتوراه تعينت في جامعة الخليج العربي فبدرجة أستاذ مساعد، وعملت في عدة مناصب اللي هي في التسجيل، في القبول والتسجيل، في وكان لي فرصة أن أكون عضو في مجلس الجامعة. اكتسبت خبرة يعني عظيمة في هذا المجال، والفضل يعود لمن دربوني في هذا المجال. فتحت مركز البحرين للقراءة والكمبيوتر، وهذه سنة 85، وكان فكرة الكمبيوتر أن هي بعيدة عن الأطفال وإنما للشركات والبنوك. وظفت هذه الخبرة ولله الحمد، وكذلك ألحقتها بروضة افتح يا سمسم، وكللتهم بمدرسة الحكمة الدولية. الحمد لله جميعها أتت أكلها بخير ما يمكن أن تأتي. ثم طبعا الهاجس الأكبر اللي هو إنشاء جامعة تضم التخصصات التي نحتاجها في البحرين، فأسس الجامعة الخليجية، وبفضل رب العالمين وبمباركة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة وولي العهد الأمين، قمت بهذه المسيرة بمباركتهم وبمساندتهم. تشرفت بتعييني في مجلس الشورى مع زميلاتي الذين تم تعيينهم في أول مراحل دخول المرأة في مجلس الشورى، وهذا شرف كبير من لدن صاحب الجلالة الملك. وطبعا اكتسبت خبرة وحاولت بقدر ما أمكنني أن أقدم خدماتي في خدمة الوطن. وطبعا كل ما أذكر فيها اللي هو كيف مساندة الرجل للمرأة في هذا المجلس. زملائنا كانوا يعني ترحيبهم بنا فائق النظير، رئيس المجلس في حينها طيب الله ثرى اللي هو إبراهيم حميدان، كان رجل فاضل وكان يشجعنا وكان يعني يعطينا الأولوية والصدارة في المجلس. وهذا طبعا ما يأتي من فراغ، هذه من تراث البحرين اللي المرأة تأخذ فيه كل الاحترام وتشارك في جميع القطاعات من أيام جداتنا. في مجلس الشورى كانت تعرض علينا القرارات ويتم مناقشتها ودراستها ثم يعني المصادقة عليها. من أبرز الجوانب التي يعني عرضت علينا في حينها كان التعليم العالي قبل صدور المجلس، وطبعاً كان في لنا مساهمات طيبة فيه. عرضت علينا أيضاً مسألة الزواج من غير البحرينيين بالنسبة للبحرينيات وكيف يقنن هذا النظام. عرضت علينا الفحص ما قبل الزواج، وهذه أتصور تمس الأسرة، وطبعاً إذا إلى قرارات كثيرة وبنود كثيرة وإلى آخره. من بين كذلك الأمور اللي عرضت علينا اللي هي الاستثمار في البحرين بالنسبة للأجانب واستثمارهم إلى آخره. المرأة سبحان الله بفطرتها خلاقة وقادرة على العطاء، وهذه طبعا فطرة فطرها رب العالمين عليها، لأنها هي اللي تحفظ المجتمع، هي اللي تحفظ الأسرة، هي اللي تقوم الأسرة. الأمثال القديمة والشعر والقصائد كلها تمجد دور الأم بالذات ودور المرأة، والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فعلا الأم هي المدرسة، سواء كانت المدرسة بشكلها أو المدرسة اللي هي تقوم الأسرة داخل البيت.
فطبعا المرأة البحرينية مثل ما ذكرنا من الأزل هي لها دور ومشاركة في مجالس بلدية وإلى آخره. كذلك لا ننسى دور المرأة الاقتصادي في أيام الغوص. كانت المجتمعات في البحرين أو المجتمع في البحرين 4 شهور تقوم بإدارة النساء، لأن الرجال في خارج المدينة في البحر. هذه يعني يعطينا صورة جلية واضحة لا يمكن مساسها عن قيمة الدور اللي تقوم فيه المرأة البحرينية وقدرتها على العطاء، إضافة إلى طبعا قيامها بواجباتها الأسرية وإلى آخره. المرأة البحرينية الحديثة الشابة كذلك يعني مشت على نسق أمهاتها وجداتها، فنجد المرأة البحرينية في جميع القطاعات قادرة على العطاء ولها بصمات مميزة. ومثل ما ذكرت احنا بفضل من رب العالمين لدينا هذا النسيج المتكامل في مجتمعنا، لا اتصور هناك معوقات. والسبب ان قيادتنا هي من بادرت بادخال المرأة في هذا المجال وشجعت المرأة وساندتها. فسبحان الله احنا حظيظين بوجود قيادة تقدر دور المرأة بتقدير صادق وليس لمجرد الواجهة الإعلامية. وطبعا مثل ما ذكرت لك انه كيف لما دخلنا المجلس لقينا كل الترحاب، ولم نسمع حتى لا من الشارع ولا من المجلس عبارة تقلل من قيمة المرأة في هذا المجال. فطبعا احنا مجتمع إن شاء الله مبارك بفضل رب العالمين وبفضل قيادتنا. أي نجاح أو أي شيء حققته في حياتي يعود في البداية إلى والدي ووالدتي. الوالد يمثل العقل والاتزان والحكمة والثقة التامة بقدراتهم والتشجيع. الوالدة الحنان والحزم في نفس الوقت والتعاون مع الوالد في تربيتنا. فالحمد لله احنا يعني كنا محظوظين بوجودنا في أسرة تدعم الأبناء منذ الصغر وتقوي فيهم الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية. وطبعا رب العالمين أكرمني أكثر يعني تفضل علي بزوج مساند متفهم، يعني ينظر إلى جميع ما أتطلع عليه من آمال أو أحلام أو حتى خيالات بعين الاحترام والمساندة. كون أنه يخصص نوع من المحور لدور المرأة في التشريع ودور المرأة في المجالس النيابية أو من المجالس البلدية أو أي كان، هو هذه نوع من تكليل المساندة للمرأة البحرينية. وطبعا تستاهل المرأة البحرينية مثل ما يقولون، مجتمعنا كريم والمرأة البحرينية تستاهل. من ناحية أن هذا التشجيع وهذا الدعم المعنوي هو راح يدفعها إلى المزيد من العطاء ويخليها تستميت في العطاء والاستمرار في مسيرتها، وكذلك يعمل نوع من التوعية للفئات ربما التي لا ترغب في مساندة المرأة أو لا تنظر للمرأة أنها قادرة على العطاء، فتظهر في المجال الصفة الأساسية أو السمة أن المرأة قادرة، المرأة معطاءة، المرأة تستاهل. فتكون هي هذه فيما بعد هي النمط السائد. لا ننسى أن إحنا نعد أجيال، فهذه النوع من الحملات هي نوع من التوعية أو اللي نسميها في المناهج المنهج الخفي، فهذه تمر للأجيال القادمة على أن هذا هو الواقع. المرأة تستاهل، المرأة يجب أن تدعم، المرأة معطاءة. لا تشوفكم أي شائبة في تفكير مناقض لهذا الدور وهذا المكان.